الشرطه دي شوفوا طا وحده ديالي لي غبي عندي انا من anyway guys شوفي شوفي كوميلي Good morning guys. I hope you're doing good. اليوم غادي نمشي للبحر guys وغادي نديكم معايا. اول حاجه guys انا ديجا معطله بزاف سو غادي نفطر او ميم طون غادي ندير مكياج باش دغيا نسالي لحقاش هما كيتسناوني دابا برا وانا فقت اصلا معطله. سو guys عندي هنا خبيز في نيوتيلا وعندي هنا اتاي هذا هو فطوري سو ليتس دو ماي ميك اب. Anyways guys انا مشيت guys لابلاج هاد العام مشيت دابا تقريبا هادي ثالث مره غادي نمشي so basically انا عرفت الاخطاء اللي كنت كندير في جوج مرات اللي مشات وما غاديش نعاود نديرهم في هذا الفيديو واهم حاجه هي الماسكارا ما غاداش نديرها علاش لحقاش guys انا ما عنديش ماسكارا واتر بروف so باش كندير ماسكارا ديال اسونس كنولي هاد البلاصه كلها كحله وشوها وداكشي كيتخربق لا ليتس دو ات غادي نديرو مكياج غادي نجمعو حوايجنا نجمع الساك ديالي معكم اللي كنديه لابلاج شنو غادي نديرو غادي نلبسو حوايجنا وغادي نخرجو دغيا لحقاش كيتسناوني so ليتس دو ات واحد النصيحه كنعطيها لكم ما ديروهاش لحقاش انا درتها فهاد جوج مرات اللي مشيت باش تكونوا في الدار ما تقولوش لا انا ما غاداش نعوم ما غاداش ندي حوايج صافي انا ما غاداش نعوم كوني سيغ بلي غادا تمشي تما وغادي يعجبك الحال وغادا تبغي تعومي وغادي يبقى فيك الحال ما ديتيش حوايجك سو دائما دو معكم حوايج باش تعوموا اولا لبسي حوايج باش تعومي لتحت فاش تمشي تما لجاك اونفي باش انك تعومي غتحيدي وتدخلي تعومي الا بقيتي عند نفس لذيذه ديالكم وبغيتي تعومي فغتجلسي ولكن اون ميم طون جايبه معاك الاحتياط ودو معكم شي قبيه ولا شي سروال سخان لحقاش فاش غتخرجوا غتموتوا بالبرد انا هادو هما لي فوت غايز اللي طحت فيهم فهاد جوج مرات اللي مشيت غايز بونس بلي انا عندي بروبليم بحالي بحال ماما ما عرفتش واش هادشي كيكون وراثي اولا لا ولكن حتى انا عندي بروبليم في ودنيا لحقاش اون فوا دخلت نعوم وليت كنحس بواحد الصداع لي انا غير مال فودنيه ومع البرد وداكشي فما قدرتش عاد دخلت ايماجين دخلت 5 ديال الدقائق خرجت صافي ما عرفت ما حتى شي حاجه وصراحه وكان الجو زوين وكنت باغا نعوم كيما جايز اصلا الجمعه فغتكون الدنيا خاويه لحقاش انا ما كنحملش البحر اللي كيكون عامر ماسكارا واتر بروف ما نصحكمش كديروا لحقاش كطيح الشفار مع داك لقيتو زعما شي مارك اللي عنده ماسكارا واتر بروف زوينه وما كطيحش لكم الشفار ولكن بالنسبه لي انا جايز راه فاش كندير الماسكارا واتر بروف وكنجي للدار كنبغي نحيد على شفاري بحال هكا كنجبدو معاه وداكشي علاش جايز ما كنشريهاش وما كنبغيش ناخذها كنبغي ديما ناخذ شي ماسكارا اللي ندير لها بحال هكا مع الماء تمشي زعما ما طيح ليا شفاري ما حتى شي حاجه اوه واحد شويه هنا ولكن غادي نحيدو دغيا شو باش غادي يخلي ديك لا ديفيرونس ما بين هنا وهنا هادي غادي ديال الكونتورين ديال النيفي غادي نخليها واحد شويه نسيت خبزي سيت جايز باقي كنفكر واش نزيد ايلاينر ولا لا وغادي ندير عكر وصافي دابا سالينا من المكياج باقي غادي ندير جايز هايلايتر وغادي ندير هذا اللي كيكون بحال هكا ستيك كيجيني هذا اصلا ليفي ديالو شو اصلا برونزر ما عرفتش واش كيبان لكم ولكن هذا برونزر داك الهايلايتر اللي كيكون برونز ما عرفتش واش فهمت ولا لا ولكن قررت انني ندير ايلاينر ولكن غادي ندير شي واحد غير اللي صغيور وصافي ما غاديش نتزامن شي واحد اللي كبير باش فاش معوم ما يبقاش نازل ليا داكشي كحل كديت جايز درت غير شي حاجه صغيره من هنا وبركه جوبونس جايز دابا باقي لي غير عكر غادي نديرو وسالينا كنفكر جايز ندير هادي شعلي ما عرفتش عرفتها ولكن اللي كتجي بحال هكا ولكن كتخرج لي سنطيحه وكتبين لي سنطيحتي كبيره فما عرفتش جايز واش نديرها اولا لا سو جايز هذا هو الساك اللي كندي معايا البلاج كنصور جايز وكنجمع فيه كاع داكشي اللي خاصني سو دابا غادي نديرو باكين وغادي نجمعو كاع داكشي اللي خاصنا اول حاجه جايز قبيه اللي كبيره وطويله وعريضه لحقاش كتعجبني البسها غير هي بوحدها كنكون لابسه شي شورت ولا شي حاجه كنلبسها من الفوق كتكون سخونه وكنرجع بها للدار فاش كن زعما كنسالي من العمان كنلبسها الفوطه ديالي ديال البلاج نورمال غادي ندي جايز هاد الشورت الكري اللي بغيت نلبسو زعما مع هاديك المهم ندي معايا شورت وصافي يبقى عندي This one guys اللي خديتو في الفلوغ اللي فات على قبل الشمس سو ياب ندي معايا guys ثلاثة من هادو لحقاش قلت لكم البروبليم اللي عندي تا انا في ودنيا سو غادي نديهم ان كيس تخلي الماء لودنيا ولا شي حاجة انا باقا كنفطر بيان سور جايز هادشي اللي بان لي واقيلا خير خصني نجمع جو بونس بلي جمعت كلشي ماشي جايز نلبس حوايجي دابا وندير عكر ونرجع لكم ومنساوش جايز واحد الحاجه باقي ما قررتش واش ندير هذا ولا لا ما عرفتش جايز سو
المهم نلبس حوايجي وعاد نشوف شنو غادي يجي مع وجهي. كتشوفني جايز مضاربه مع حوايجي ما لقيتش شي حاجه ديال الصيف، كلشي عندي ديال البرد مع 10 كيبان لكم راه كلشي فريمون ديال البرد. سو جبت الكارطونه ديالي ديال الصيف لكن ثاني ما عرفتش شنو غادي نلبس لحقاش جايز اي هاف ا لوت اوف ثينغ صراحه جايز. شفت هذه ات سو كيوت ولكن ما عرفتش واش نلبسها ولا لا. واحد الحاجه جايز ما عجبانيش فيها اللي مقبوطه من التحت، انا ما كرهتش كون كانت عريضه فكنفكر انني نقطع عليها هاد اللعيبه ديال التحت، ولكن ما عرفتش هي صراحه كيوت ولكن ما عرفتش زعما كيفاش غادي تجيني وداكشي. المهم جايز هذه بلون ا غادي نشوفوا شي حاجه بلون بي باش لا مسقطاتش هذه نجربوا شي حاجه اخرى. جايز عندي هاد السروال اللي كيجي عريض هذا من فاش نوفا والثوب ديالو فريمون رطب وبارد كيجي عريض كيف ما بغيتو لحقاش انا كيجيني هاد السيل ديال السراول اللي كيكونوا عراض من التحت كيجوني مع لا بلاج وكيجو زوينين وكيجو سو كلاسي وغنلبس معاه صنداله ولكن ما عرفتش دابا واش نلبس هذا شي توب ابيض وصنداله. هادي هي بلون بي. انيويز جايز جربت بلون ا جيت كيزفت ما عجبتنيش كاع. هاد السروال جايز اللي كيجي عريض بحال هكا واخا جاني طويل ولكن ماشي مشكل، ولكن حسيت بلي ما جانيش مع هاد لو توب، يجي مع شي سميطات هكا في الكحل اولا ما عرفتش شي لون في لا كولور ديالو ما عجبنيش صراحه مع هاد لو توب وما غاديش نختارو كوم تشويس لحقاش فريمون طويل بزاف ما عرفتش كيبان لكم ولكن ما يمكنش نبقى هذا كنجرجر بيه بحال هكا. سو ياب اتس سو كيوت تحبيتها جايز جاتني مور كلاسي ماشي ديال البحر ولكن عجبتني. ما عرفتش شنو غادي ندير هذا جايز توب برا ولكن عجبتني جايز فريمون جات زوينه بزاف ولكن ما عرفتش شنو غادي نلبس خاصو يكون البرد سو نقدر نلبس شي توب في البيض حتى لهنا من الفوق ما عرفتش ولكن انا قلت نوريكم زعما بحال هكا هذا جاش مع هذا وصافي ولكن نقدر نلبس شي توب في البيض حتى لهنا لحقاش كاين شويه البرد برا سو ياب اشري جايز هكا كيفاش كنبان بهذا اللي درت هنايا ما عرفتش عرفتو ولكن راه كيكون ب 5 دراهم عندهم المكياج. سو جايز هذا خديتو من علي اكسبريس و ايت سو كيو كنت باغي ندير به مادي لوك وداكشي ولكن كان فات الحال بزاف وكاع الناس ولاو كيديروها صراحه وما بقاتش عجباتني ولكن جايز فكرت اني ندير هذا دابا ونعوم بها عرفتو غتبقى جاره ليا شعر اللور وما غاديش يجي زعما شعري القدام يبقى يطيح لي على وجهي فاش نعوم ولا فاش تصمقني شي موجه لحقاش خصكم ما كتعرفوش تعوم جايز انا كنعوم غير في الكشكوشه نقول لكم من دابا ولكن جايز ات سي تايم اي فيل سو كيو. شوفوا الكرويله اللي عندي تما ما تشوفوش فيها تنرجع ونجمعها لحقاش دابا ما فيهاش الجمعه. دابا خصني نهز الصاك ديالي ونتكركب مع الدروج وغادي نلبس كيف ما قلت لكم الطوب البيض من الفوق لحقاش كاين شويه البرد برا السوق. كي درت جايز هاد الخريصات انا عندي ثلاثه ثقبات، عندي هذه عندي هذه وعندي هذه وعندي هذه، هادو ما دايرهاش فيهم خريصات وهادو جايز اون فوا غادي نبغي ندخل غادي خصني نحيدهم لحقاش هادو ماشي ذهب، هذه جايز ذهب يعني ماشي مشكل ولكن هادو عرفتو كي غادي يوليو ديال البحر. وهاد الخاتم جايز اللي ديما كتسولني جاني كادو سو هذا جايز ما كيكحلش ما حتى شي حاجه ف واهم زوج ما نساهمش الشارجور ديالي وماي ايربودز. طلعت عليا جايز قبيه بحال هكا لحقاش كاين شويه ديال البرد برا ولكن من التحت لابسه سو ولا جاني الحال سخون غادي غنحيدها. وجايز شوفوا ماي هير ات لوك سو كيوت. باي 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 باي. السلام عليكم صباحكم مبارك سعيد جمعه مباركه سعيده. ماما تقول لكم خطبه الجمعه ديالها بخير وباش ما تمنيتو ان شاء الله. واش عندي انا من غيرهم همايا ضحى جايز راه دابا سيمانه وهي جالسه معنا ما كتبغيش تمشي عند فاطمه الزهراء وبالزهر ديالنا حنا في المهم بغيو نمشيو للبحر يصبح الحال بارد. مشينا هاد السيمانه هلكنا البرد جينا كازي الموت واليوم زعما قلنا راه حنا هادي يومين هو الحال سخون قلنا اليوم غادي يكون الحراره ولكن الخير فيما اختاره الله الحمد لله. جايز حنا اليوم اللي زعما غادي نفيل البحر شوفوا شوفوا الضبابه شوفوا الضبابه ما كيبان حتى شي حاجه كيعجبك وغتعومي في هذا الجو اختي ماشي مشكل انا شي بغا بعويناتي ماشي مشكل انت راه عندك ودنك ما غتعوميش ولكن حنا ايوا حنا غنطي علينا الفرصه خالتي. زهرة شوف الكريشة دوري شوف الكريشة اي بيبي غنوري من البوركيني ديالك كيعجبني الصراحة صراكم وبغيت نمشي وحي ياك جميل صافي بابوينا اصوات يبقى عندك يكون الكلب قدام انا كروش دابا انت ما نجيو هنا بغينا هنا هذه الدنيا لا ماما شو ضحى مصدومه والدنيا خاويه جايز عرفتوا الدنيا كاينش بنادم بزاف لحقاش يوم الجمعه انا نعوم على خاطري حتى انا نعوم على خاطري جبت فوطه وحده ديالي ها ما غنعطيكمش الفوطه نقول لكم انا ما غنعطيكم فوطي انا فوطي ديالي
نوضي تصوريني تصويرة الانستغرام ما تصورني ليها قايس في الجرام ليتس جو ضحى مشيو بارد اختي بارد جايز هاد الشيء بدا غادي وكيغرق عاتي كتبانو بحال فتيات القيوه ماما لابسه الخضر وخالتي لو غلج يلا نزلي خالتي نزلي يلا واحد جوج ثلاثه نزلي واحد جوج ثلاثه اللي ضحك عليا جايز اللي ضحك عليا انا اصلا دابا جالسه كنموت وكنضحك على راسي ولكن اللي ضحك عليا نبلوكي من حياتي لحقاش جايز انا راه ما كنعرفش نعوم ما كنعرف نعوم حتى شي حاجه وكيف ما كتشوفوا هاد البلاصه راه فريمون توصل لي حد ركابيه ولكن باقا كنعوم كندير عوم تلميج وما نعرفش داكشي لحقاش ما كنعرفش نعوم سو جاست كيپ واتشين وعلى اساس زعما هذيك البلاصه راه غارقه وانا كنعوم عافاكم وبلي خالتي ما شاداش فيا مزرا كتوحم على السردين شو فرحانه شيتي دابا لا واحد فاطمه الزهراء ضحى ماما الله يعطيك الصحه جايز ما يمكنش هاد اللقطه شحال قتلتني بالضحك هنا ماما جايز كان لو كورني ديالها خاوي كان شويه خاوي من الفوق ديكو كانت بغات تبدل مع شي واحد فينا ما بغات شي واحد وهنا قول بعد ضحى خدات لها الكورني ديالها قالت لها نتبادلوا انا وياك شوفوا الضحكه اللي على ماما في وجهها تيكو ما جبتوش لك دابا وبسي علينا صحابني انا قلت لك يديروا لي الطز ويخرجوا راه كنت غنجيب داك الطز ولكن ما لقيتش مولاه مزيان طز زين هذه بارد الكورني ديالو ولكن ماشي مشكل مش عندك في الشوكولاته بزاف فاينلي جينا للدار لو وحده فينا فين تجبلت شو ضحى ماما فين نعست غادي نوريها بالبيبي ها هو جايز راسو فين هو راسو فين هو رجلي